لو الحكاية فيها إن فيديو. أولاً أنا بشكر سيادة العمدة حمدي بن داري والأستاذ أبو اليسر علي شرف على الاستضافة، وأستأذنكم الأول قبل أي شيء نقف دقيقة أحداث بس على روح الشهداء. عايز اقول اتكلم باسم المشير السيسي، والسيد المشير ما انابش حد ان هو يتكلم على لسانه، وما طلبش من حد ان الشعب المصري على العموم ان يتكلم باسمه، بل بالعكس احنا الشعب كشعب او الشعب المصري على العموم هو اللي طلب منه ان ينزل ويخوض المعركة الانتخابية. احنا كحملة التخوف بتاعنا الوحيد اللي بيقابلنا سماع كلمة ان السيسي ناجح ناجح. كل اللي بنطلبه من حضراتكم ان احنا نثبت حبنا للسيد المشير يوم 26 و27 بوجودنا قدام اللجان وبإدلاء اصواتنا، وكل واحد يقوم بدوره كمواطن مصري خايف على البلد، كمواطن مصري خايف على بلده وخايف على البلد ديت وعايز الاصلاح للبلد. فان شاء الله باذن الله نقوم جميعا يوم 26 و27 امام اللجان، كل واحد يقوم بدوره الوطني اللي هو عايز يقدمه لبلده. عايزين نثبت حبنا للسيد المشير ده في الصندوق، نثبت حبنا للعالم كله للسيد المشير بالصندوق، نخرس ألسنة اي حد بيتكلم بالصندوق، نقول لهم ان احنا وصلنا للديمقراطية اللي مطلوبة اللي احنا نفسنا وبنحلم بيها في الشعب المصري، لان مفيش حد هيقوم بحاجة في مصر لوحده.